بالجودي. ندخل عند سالمة الطابة شمال عند زوائر أحسن أسنى أرجع شوية الله على المباشر من مدينة سيدي بنور مباشرة في هذا اللقاء الصحفي مع أحد منخرطي فريق فتح سيدي بنور لكرة القدم. فريق فتح سيدي بنور الذي عانى الأمرين وعانى المر خلال هذه السنة هذه من بعد تذبذب النتائج ديالو كذلك من نتائج سلبية اللي حققها فريق كان قاب قوسين الصعود ولم يتحقق له الصعود. فريق فتح سيدي بنور فريق عريق له تاريخ لعب ادوار طلائعية في البطولة الوطنية القسم الثاني انذاك لعب له عدة لاعبين كبار امثال صلاح الشعالي يوسف العبادي الذي لعب كذلك لفريق حسين الاكادير اولمبيك اسفي وفريق الدفاع الحسن الجدي واتحاد طنجة لعب الحسناوي الذي احترف بنياس الاماراتي صدوق للعب فريق شب مسيرة رجاء بن ملال امين الزناتي رحمه الله اللي كان احد عناصر مهمة لحققت الصعود فريق فتح الرباطي. ناهيك عن اللاعبين السابقين اللي برزوا بشكل كبير في الساحة البنورية. سي سعيد اولا سعيد عرفنا شكون هو سعيد. سعيد العظمة منخرط فريق فتح سيدي بنور. بسم الله الرحمن الرحيم كنشكر المنبر ديال شو تي في على هذه الاستضافه. غير هو للتوضيح الاخوان ربما اول خطرة غادي نهضروا دابا على المشكل ديال فتح سيدي بنور بعيدا عن السياسه. الغريب في الامر وهو فريق فتح سيدي بنور دابا كيتم الاخبار ديالو غير بشويه بشويه. لحد ساعه المكتب المسير ولا رئيس فريق فتح سيدي بنور ولا اجتماع واحد ولا جمع غير يعني فين غادي هاد الفرقه هادي. دابا المشكل اللي واقع هو الفرق كلها سيره كدير في انتدابات. عندنا مشكل ديال الدراري الصغار هما اللي غاديين يلعبوا هاد العام على حسب العمر 21 سنه. دابا المشكل هو الرئيس ولا المكتب. الرئيس منتاج في العمل ديالو في الشغل ديالو ولكن شنو هو المصير ديال فريق فتح سيدي بنور دابا؟ من هذا المنبر كنطالبوا من رئيس فريق فتح سيدي بنور ومن المكتب المسير باش يديروا واحد الاجتماع فورا لان راه ما بقاش الوقت. وكنوصل لهم هذا الميساج واش في علم المكتب وفي علم الرئيس بان راه الانتدابات تقريبا تسد. فين غادي هاد الفرقه فين غتمشي ثاني؟ غنديروا بحال العام الاول ثاني تبقى يومين عاد نبداو نقلبوا حنا على فرقه. مني باغي تجبد هاد الفرقه مني غتجبد هاد الدراري ديال 21 سنه لا مدرب لا فرقه لا فئات صغرى لا مكتب لا رئيس. راه من هاد المنبر كنطالبوا من رئيس فريق فتح سيدي بنور يا اما يعلن على جمع اهم. سعيد ناخذ معك الكواليس من الاول حتى دابا. فريق فتح سيدي بنور كان لعب ادوار طلائعيه لعب يعني كره في العز ديالها. فريق اللي عنده تاريخ للاسف كنشوفوا ان فريق نهضه الزمام راه تابع الاقليم سيدي بنور كتلعب الان في القسم الاول هي طاحت عندها مستوى رياضي كبير ومدير سيدي بنور ما عندهاش كره قدم. وشنو السبب اللي تيخلي الانتدابات انك يجيبوا خارج المدينه؟ واش انتم كمنخرطين ما عمركم فكرتوا في السياسه ديال تكوين اللاعبين وتعتمدوا على اللاعبين ديال ولاد سيدي بنور تكون حد على الاقل واحد 70% ديال اللاعبين ديال سيدي بنور؟ المشكل ان الجميع ديال سيدي بنور تخلوا على الفريق ولاد سيدي بنور تخلوا على الفريق في واحد الفتره الحاليه. كونتوا واحد اللجنه جبتوا رئيس اللي غادي تشكروه لانه تحمل المسؤوليه وخذ الفريق في عز الازمه. شفنا الفريق كيتخبط. واش هناك كما تنقولوا خطط سياسيه انتخابيه من اجل يعني يشكروا الفريق
شنو سعيد؟ كل صراحه كل وضوح. شوف اخويا زهير الصراحه راه راحه. دابا اللي بغيت نقول لك حنا سيدي النور ما غنقارنوش بالزمامره. علاش؟ الزمامره عندها ناس مسيرين في مستوى. دابا الغريب في الامر اللي واقع في سيدي النور هو عندنا ضعف التسيير وعندنا سوء التسيير وما عندناش ناس اللي كتضربهم غير على الفرقه. واش كتجي كنتسجل في المكتب كنتحط في المكتب ملي كتجي تبدا الفرقه ما كتبقاش تشوف هاد الاعضاء ديال المكتب. كيجي تا نهار الماتش يجي داخل كيتصور باغي يتفرج في الماتش. اللي كنقول لك هي الحقيقه تقال كان غلط هاد السنه هادي ولكن المشكل دابا المشكل العويص اللي كنهضروا عليه والمشكل اللي واقع دابا شنو هو؟ هو فينا هي الفتح دابا اصلا. الفتح راه بقات لها غير 10 ايام والسميه ديالها غتحيد من الجامعه. راه ما تبقاش فتح سيدي بنور. السبب لان الرئيس ولا المكتب ما في سوبات في سوبات عميق ما كاينينش كاع اصلا. ولا واحد فيهم ناض قال اودي واش غنديروا جمعه؟ واش غادي نجيبوا لعابه؟ واش ولا جمعه استثنائي ولا جمعه معادي ولا اجتماع من اجل فريق فتح سيدي بنور. ملي سالت البطوله كل واحد زاد بحالاته. الفرقه دابا هي راه غادا في نقول لك راه غادا الخبر كان الفرقه راه ما غاتبقاش. وهادشي كنبغيو نوضحوا للجماهير البنوريه باش يعرفوا بان الفرقه دابا حالا الناس تلاهات مع الانتخابات ولا الانتخابات هي حديث الساعه ونساو فريق فتح سيدي بنور. حنا كاع الفرق المجاوره زاوية سيدي اسماعيل هي حدانا فرق حدانا راه بداو كيديروا في التداريب وبداو كيديروا انتدابات ديالهم ووجدوا الفرق ديالهم. حنا باقي ما عندناش لعاب واحد يلا مقمرين على جوج لعابه في السن ديالهم 21 سنه. يعني كنطالبوا من رئيس فريق فتح سيدي بنور يكون واحد الجمعه عام الا كان باغي يزيد مرحبا ما كانش يقدم الاستقاله ديالو ونشوف واش نديروا للفرقه. ما نخليوش ثاني تبقى يومين بحال السنه الفريطه ونبداو نقلبوا على لعابه ونكونوا فرقه. السنه الفريطه سعيد كان المكتب قدم الاستقاله ديالو ما كانش رئيس حددتوا لجنه مؤقته جبتوا رئيس. يا اخي يا اخي نفس السيناريو كيتكرر دابا جاي لواحد خمسه السنوات هذه ولا سته. كيجي الرئيس كيكمل الفلوس كيكمل السنه كيقدم استقاله ارى رئيس اخر. هو في الحقيقه خطا درناه شنو هو؟ وكنا ديك اللجنه المؤقته هي نديو بها الفرقه لان دابا حنا حصلنا الرئيس دابا ما كاينش. المكتب ما كيتصلش بالرئيس ولا عضو واحد هز التليفون ويتصل بالرئيس ويقول له راه الفرقه راه غادا في حالتها راه ما غاتبقاش. دابا حنا الخلاصه اللي باغي نهضروا عليها مزيان شناهي في اقرب وقت نطالب من رئيس فريق فتح سيدي بنور اجتماع طارئ او جمع عام عادي حالا لانه راه ما بقاش الوقت. وماشي نخليو ثاني تخلينا ثاني تبقى يومين عاد تقولنا غنقدم استقالتي ولا غادي نجيو نديرو اجتماع. علاش غنديرو اجتماع؟ علاش غادي نديرو هاد الجمع عام ملي غتبقى يومين؟ مي باقي باغي نجيب انا هاد اللعابه منين غنجيبو هاد المدرب؟ غير هو باش نوضحو للاخوان راه حنا بعاد على السياسه راه ما داخلين لا سياسه لا والو. حنا كنهضرو على الكوره لان الكوره لا الناس اللي كتفهم فيها مزيان كنقول لكم انتدابات بقات لها 10 ايام ولا 7 ايام وغتسد. احنا باقي ما عندنا حتى لعاب باقي المكتب ديالنا ما دارش حتى اجتماع ومن هذا كنطالب من المكتب هو بصراحه يقدموا الاستقاله ديالهم لانهم ما كاين في الفرقه حتى شي حاجه. راه لحد الساعه دابا اللي هضرنا معاه من الاعضاء كنقولوا اتصل من الرئيس كيقول لك الرئيس ما كيجاوبناش. وانتم ديروا اجتماع شوفوا الفرقه فين غادا ما كيهضروناش ما كي كأن يعني اللي بغيت نقول وهو بحال غادا شي سياسه ديال اقبار فريق فتح سيدي بنور. ان لما دار الجمع وما تصوبتش الفرقه وتسدات لا سينياتور فتح سيدي بنور الله يرحمها راه نصوبوا فرقه اخرى ونديروا سميه اخرى جديده وراه من اللعب والعار. فتح سيدي بنور له تاريخ اللي يعرفوه الناس ديال ولاد سيدي بنور ونجيو دابا ونقبروه
في مسائل اللي هي انا كنقول تافهه، ومن هذا المنبر كنعاود كنقولها ونعاود نقولها، وطالب من رئيس فريق فتح سيدي بنور الحضور لمدينه سيدي بنور والاعلان على جمع عام عادي او جمع عام استثنائي او اجتماع مع المكتب ونجيبوا واحد المدرب ونبداو نجيبوا اللعابه ونبداو نسنيو اللعابه واخا. اما باش تبقاو في الوراق وناعسين في ديوركم ومخلين فرقه غتمشي في حالها، راه التاريخ يعيد نفسه. راه كنقول لكم راه سيدي النور راه ماشي سهل، وولاد سيدي النور راه ماشي ساهلين، وراه ما غنسمحوش لكم في هادشي اللي غديروا، راه ما غنسمحوش في الفرقه تحيد وانتم ناعسين في ديوركم. دابا ما كاينينش هنا. الله يرحم لكم الوالدين وسعادة الرئيس السي عبد الحق الناجي، جي اخويا عيط على هاد المكتب هذا وديروا اجتماع ونقدوا الفريق. كنت يا اخويا باغي تزيد مرحبا، ما كنتيش باغي تزيد. يا اخويا علينا لا جمع عام استثنائي ولا جمع عام عادي، دابا راه جمع عام عادي ما كاين لا جمع عام استثنائي لا والو، وقدمت استقاله وخلي الناس نصوبوا الفرقه. الفرقه راه مشات لاويه. واش السعيد حارس ديروا الرئيس هكذا في استقالته، واش هناك بديل؟ واش كاين شي حد مرشح للرئاسه؟ واش كاين اخويا زوير اللي اخويا زوير اللي بغيت نقول لك، حنا كنعيشوا هذا المشكل في فتح سيدي النور من سنين. كنجيو حتى للجمع العام هذا نبداو نقلبوا على رئيس، باش كاينه شي حاجه دابا اللي محطوطه ولا موجوده؟ راه ما كاين حتى حاجه. والناس اللي هنا في سيدي بنور راه ما كيهتموش بالرياضه بديك الطريقه اللي كتعرف. حنا يلا دابا غادي نبقاو مقابلين، واش كاين شي رئيس واش ما كاينش؟ حنا خصنا نشوفوا هذا الرئيس الحالي اشنو غيدير. والزايد معنا مرحبا. اول حاجه خاص يكون جمع عام عادي تقديم الحصيله وما اقبل جمع العام. واش الرئيس دار اجتماع مع المكتب؟ واش بركو قلبوا على مدرب؟ واش داروا انتدابات للدراري؟ واش سناو الدراري اولاد سيدي بنور؟ واش وجدوا فريق؟ راه ما كاينش، راه ما داروا حتى شي حاجه والو. نقدروا نرجعوا للماضي ثاني نجيبوا المدرب فرقتهم. لان كنشوف انا غتكون اغرب سنه، اغرب سنه هي هذه، لان هو الناس ناسوا كانه شيء لم يقع، وفريق غادي بلاويه. وانا اللي بغيت نقول لهم راه الفرقه ديال سيدي بنور راه هي وجه سيدي بنور، راه ما تهمنا لا سياسه ولا انتخابات ولا هادي، راه الفرقه هي الاولى. واش حنا الفرقه ملي المجلس الاقليمي الله دار لها 40 مليون و80 مليون في المجلس و54 مليون في الجامعه، عاد نوضو حنا نقبروا ونبداو من زيرو ثاني في العصبه؟ هذا نداء للرئيس فريق فتح سيدي بنور، ونداء عامل صاحب الجلاله على الاقليم. راه فريق سيدي بنور سيتم اقباره في ظرف وجيز لا يتعدى 10 يوما. ربما انا ولات كتبان ليا، انا ولات كتبان ليا بحال مؤامره على اقبار فريق سيدي بنور. كما شاف في التصريح ديال رئيس فريق نهضه السلامرة عبد الشهاب المقشور في واحد اللقاء الصحفي، كيتأسف كذلك للفريق سيدي بنور، الفريق عاتي الفريق ديال التاريخ انه تيلعب بالهوات. شوف اخويا رئيس فريق نهضة الزمامرة، هذاك الرجل الرياضي الاول باقليم سيدي بنور او جهه الدار البيضاء سطات، هذه بصراحه بالكشور ما يقد عليها الله في الرياضه. هنا كون كان عندنا واحد فيه غير الربع في داك الشيء اللي في بالكشور، كل الفريق عندنا مشافين. حنا ما عندناش، عندنا ناس كيجيو يتصوروا في المكتب، عندنا ناس تصور كرافاطه، وملي بركو ينضروا في القهوه تقول هادو هما الرياضيين الاولين سيدي النور، وملي تجي للخدمه ما كاين حتى حاجه. غير باش نكونوا واضحين، ما غنقارنش المسيرين ديال سيدي النور بالمسيرين الزمامره ولا بالمسيرين ديال جديده ولا بالمسيرين ديال زاويه سيدي اسماعيل. المسيرين ديال زاويه سيدي اسماعيل والله الا عندهم حين كم تسير على هادو ديالنا ديال سيدي النور. حنا كنديروا جمع عام كنتقاتلوا كنحطوا رئيس، ملي كيجي الرئيس كتجي للمكتب كيولي يقول لك المكتب الرئيس ما يجاوبناش، الرئيس كيقول لك المكتب ما كاينش، والفرقه ضحيه.
الضحيه هي الفرقه والمدينه. واش بجوز هذا من يتعاقب على الفريق الا وعنده هدف الا بعض اللي كنشوفوا بعض القدماء اللي في المكتب المسير اللي كنشكروا بحراره هو السي عبد الرحيم مسكان اللي كاتب معاه هو اللي من نهار عقد على الفتح وهو معها الوحيد تقريبا. وعبد الرحيم مسكالي هذاك رجل ديال الكتابه العامه ربما الا جيتي تقلب من ناشط الكتابه العامه راه ما عمرو كانوا شي اخطاء ديال الكتابه العامه ولا علاقه ليه لا بالماليه ولا ب دابا حنا اللي كيتحمل المسؤوليه شكون هو؟ اللي كيتحمل المسؤوليه هو رئيس فريق فتح سيدي النور. راه حتى اعضاء المكتب اللي كندوي معاهم كيقول لك خاص الرئيس يعلن على جمعان ولكن الرئيس ما مساليهش دابا للفرقه. والمكتب ما بغاش يفطن بان راه الفرقه غاده في الهويه راه غاده تحيد. وهادشي علاش تحاربنا ذاك العام وهادشي علاش مشينا حتى لولاد عمران هذا بالحق وجبناه وكذا وكذا غير باش تبقى الفرقه. دابا الفرقه راه غاده في الهويه راه ما غتبقاش بكل صراحه. باقي رئيس كاين رئيس ما عندكش حق دير لجنه الانقاذ. إلا بغيتي دير لجنة الإنقاذ خاص الرئيس يعلن على جمعهم عادي ويقدم استقالة. ودابا كاين رئيس موجود غير هو راه كنوجه لك واحد النداء السي عبد الحق راك أنت هو المسؤول الأول على ما يقع في فريق فتح سيدي بنور حالا. ومستقبلا راه أنت اللي مسؤول لأن راك أنت هو الرئيس لأن المكتب راه كنهضروا معاك يقول لك أنا راه كاين الرئيس. والرئيس راه ما متواصلش دابا مع المكتب والمكتب ما كيتواصلش معاه. والضحيه فريق سيدي بنور وكان طالب من الغيورين ديال ولاد البلاد وهاد الناس اللي متاجين على السياسه والانتخابات توجهوا شويه شو هاد الفرقه وردوا رد الاعتبار لسيدي بنور لان راه ما بصراحه راه كلشي يسكت راك شي تقول واحد داوي على هاد الفرقه هادي والفرقه باقا لها 10 ايام وانتدابات غتسد باقي ما وجدنا فرقه باقي ما درناش اجتماع ما درناش جمعيه ما عرفنا شنو كاين. اللهم إنا هذا منكر ونعاود نكررها وطالب ونعمل صاحب الجلاله بالاتصال برئيس فريق فتح سيدي بنور باش يجي يشوف لنا الوضع ديال الفرقه من غادا وما نبقاوش حنا غير هذاك خليه لا سكت لا ما تدويش راه سكت نتائنا وراه السكوت راه من راه السكوت هي موت في الحقيقه. ومن هذا المنبر كنعاود نطالب من رئيس فريق فتح سيدي بنور وراك كتحمل المسؤوليه على كل ما يقع في فريق فتح سيدي بنور انت هو المسؤول الاول. سعيد فتح سيدي بنور لها تاريخ عطينا بعض الرموز الكره الجمهوريه اللي عطات كره القدم سيدي بنور وكنشوفوا الان اودي دازوا عندنا رموز ودازوا عندنا كويريه ودازوا عندنا مسيرين الله يرحمهم ودازوا عندنا مدربين الله يرحمهم. اش نقول لك سيدي بنور كان واحد الوقت اقسم بالله الا غادي اللاعبين في كازا كنلقاو الجماهير البيضاويه واقفه في الدخله ديال كازا باش يعرفونا في اللاعبين باش يجيو يتفرجوا في فتح سيدي بنور. وراه حشومه دابا باش نوليو حنا فرقه من جماعه بزز والجامعه خرجت بواحد القانون ديال السن ديال 21 سنه وتحت وحنا يلاه مقمرين دابا على جوج لعابه عندنا جوج مسنين معنا هما اللي كاينين ديال 21 سنة لا مدرب لا فرقة لا مكتب لا رئيس لا جمعان فين غاديين؟ بغيتي نعرف دابا فين غاديين أصلا دابا راني كنقول لك وكنوجه ديما لعبد الحق الناجي رئيس فريق فتح سيدي بنور أعطي للفرقة واحد المقيد ديال نص نهار راه ما عندكش ساعة غتبرك معاهم شهر ولا شهرين نص نهار جي دير جمعهم عطيهم الحصيله جيبوا مدرب ديروا انتدابات الا كنتي باغي تزيد في الرئاسه. قلت يا ودي باغي تحيد هاد السنه جي اخويا للجمعهم وقدم استقاله وخلينا نديروها لجنه ثانيه ونصوبوا فرقه ونقادوا فرقه. وماشي انت مشيتي خدام على راسك المكتب ماشيين خدامين على روسهم والفرقه راه غادا ضحيه. انت المشاكل اللي كنشوفوها باقي الفرقه ختله كانت قاب قوسين الصعود لولا ما كانش تجانس ما بين المكتب والرئيس باش نكونوا واضحين حنا العقل كان من الصعود راه نقول لك لولا توفيق الكودي وسعيد عدم في ديك الوقيته في السنه الفريطه كانت الفرقه غدير اعتذارات وغتمشي في حالها
وحنا دابا ما بقيناش واصلين للدار، ما عندنا حتى شي واحد كيتسنى شي حاجه. ولكن فين هي الفرقه دابا؟ فين هي؟ كاين شي فرقه، كاين شي حاجه فينا؟ ما تقول سيدي منور هاد الغيورين على الرياضه، كاين شي واحد تفكر فريق فتح سيدي منور؟ حتى واحد ما تفكروا. ولهذا واش السيد سيدي منور فاش لعب؟ حتى سيدي منور فيها لعب تقريبا ثلاث سنوات الاخيره كنشوفوا انك تجيبوا مدرب. الا سمحتي الا سمحتي الا سمحتي كل سنه هادشي اللي كنشوفوا. الا سمحتي كان شويه ديال التشاحنات ما بين المسيرين و ولاد سيدي النور. دابا الغريب في الامر واش عندنا السن ديال 21 سنه وسيدي النور كواري اللي غيمشيو لك في الاول هوات؟ هذا هو الغريب في الامر. الا جينا ندورو غير في النواحي ديال سيدي النور راه كاين بلاي قديم كاينين لعابه، ولكن شكون غينقب عليهم؟ شكون غيقلب على هاد اللعابه؟ كدو معاك يقول لك لا ذاك راه في دوار، لا جا للتيران يدوخ، او لا ذاك ماشي تيران في الدوار كيلعب فيه. كاين شويه الاحتقار وكيظلموا الناس تاع الباديه ولا خاص هاد المكتباتنا. حنا دازوا عندنا لعابه جاو من دواور على سبيل المثال راه كان كومان ديال ولاد احمد الحاج نهار اللي جا الفتح يا كان جا من الدوار من ولاد احمد الصباح كيتسكن بكومان كومان ديال هولندا. دازوا عندنا دراري شاب نجاري كلهم دازوا ولاد دواور. دابا الغريب في الامر سيدي منور وهو ما كاينش واحد في المكتب اللي غينوض يمشي لدوار ويجي يستقطب لعاب. كنا سالكين كنشوفوا ان اغلبيه اللعاب اللي كانوا في سيدي منور كنتو كتجيبوهم من فرق الاحياء، كانوا دوريات ديال فرق الاحياء او لعب على المواهب. هي بصراحه حتى ملاعب القرب حتى هما لعبوا هاد المشكل ملي ولاو هذوك ملاعب القرب وتحيي داك التيران ديال بلاد عمور، تحيي التيران ديال الخيريه، تحيي التيران ديال دوار العبدي، ما بقاوش دوك لي تورنوا لي تورنوا اللي كنا كنديروا غير ديال رمضان وهادي ما بقاوش. يعني بدات كتنقارض الرياضه بسيدي النور. هي بصراحه على سبيل المثال احنا الزمام راه من ورانا راه القاعه تصوت وتقدت ولات كدير فين تبان القاعه ديالنا، حنا راه باقي واقفه. فين غيمشيو يترينيو الدراري؟ واش يمشي يتريني في الدس؟ راه اللي كيلعب في ميني فوت في الدس راه ما يلعبش في الكازا. باش نكونوا واضحين حنا دابا شنو اللي كاين؟ انا وليت باغي غير المكتب يتجمع مع الرئيس يبركوا يعطيونا حل، والزايدين ولا مقدمين استقالتهم ولا باغيين يقبروا الفرقه ولا باغيين يخلقوا فرقه. هذا هو السؤال المطروح. واش اليومين هذا باقي اجتماع واحد ما داروش المكتب من وراء البطوله؟ ما اعلنوا على جمام نقولوا جمام وقت اللي داروه ماشي مشكل، ولكن بناء الفرقه اش نخليو حتى تسالي انتخابات؟ انتدابات ثلاثه الفرق يبداو راه في شهر تسعود تبدا البطوله. راه كاين انتدابات ديال الانتخابات. دابا حنا بصراحه انا اناشد ولاد سيدي النور وأناشد المسؤولين على الشأن المحلي سيدي بنور والوقوف جانب الفريق وبالأخص في هذه اللحظة وفي أقرب وقت. راه الناس مشطونا دابا مع الحملة ومع الانتخابات ومع هذه، وراه نساو المراية ديال المدينة راه هي فريق فتح سيدي بنور. وكنعاود نقولها شنو رأيك في المكاتب الأكاديمية الأكاديمية بلد هذا الاخر رئيس اللي كان بحال التنافي هو النائب الثاني ديال المجلس الليبي جا من وراه رئيس ديال عز الدين بن شامه فاش جات حاله التنافي. ايوا جا حسن بن البلاج راه تا هو نفس الطريقه راه شي هو سير بحسن التيار بصراحه وكمل السنه ديالو، ولكن كانت العصابه حسن بن البلاج ولكن كانت لي عصابه الرويضه. راه دابا هذا هو المشكل، كاين بدلك واحد في المكتب كيدير لك العصا من الرويضه. يعني ملي كان قبل كان عز الدين بن شامه ديال رئيس الفريق يعني جاتو حاله التنافي بالنسبه كانت حاله التنافي كيفاش كانت السيره في الوقيته؟ راه كانت سيره عقلاني لان عز الدين كان ديما موجود هنا ديما حاضر ديما كذا كيبرك مع المكتب كيبرك مع هذا. دابا احنا اللي حاصل عندنا دابا هو المكتب والرئيس ما متجانسينش. راه تقريبا سنة كاملة تموا فيها مع أربعة اجتماعات
وربعة اجتماعات داروا ضغوط، حتى وقع الضغوطات هذا داروا اجتماعات، ولكن اللي كانوا مكذب على مصير فريق، مصير فريق فتا سيدي بنور في هذه اللحظة راه غادي للإقبال، راه غادي يقبروا الفرقة، لأن راه غتفاجأ تبقى واحد ثلاث أيام يقول ما كاين لا الرئيس قدم استقالة، الفرقة ما كايناش، اش بقى باغا دير هذا الجلد الإنقاد؟ الله سعيد ما عندناش عيال البلاد البرلمان ديال البلاد اللي يهزوا الفريق وحاسبهم أخي، ما عندناش أنا قولها أيان البلاد راهم أيان على الأشغال ديالهم، ما هما أيان على الشعب ولا على المواطن ولا على الفرقة ولا على المصالح تاع البلاد، أيان كتشوف المصالح ديالها، دابا أما عندنا كاملين كلهم مرشحين دابا الأيان ديال البلاد، واش كاين شي واحد فيهم دابا ينوض يوقف لينا على هاد الفرقة ويوقفها؟ واش هادو ماشي ولاد الشعب؟ ماشي ولادهم هما نيت؟ ماشي ولاد المواطنين؟ شكون هما هاد الفرقة؟ وهاد الفرقة ديال من؟ راه ديال البلاد، وهذا غيجي واحد غيقول لي راه غنطلع للمجلس وغنشد رئيس المجلس، تاش غندير بك في الرئاسة ديال المجلس؟ ما قالش تهز فرقة، فرقة ديال الكرة ما قالش تهزها، وتجي تهز ليا مجلس، أنا وخاطبهم كاملين هما الأعيان ديال البلاد، وربما راه حتى هما كيتصنتوا يكون شي واحد جري ويجي يقول لك راه ديك الفرقة راه نشوفوها خاصة اش كذا اش كذا، راه لا عقلتي ديك النهار وحنا كنطالبوا وكان معنا السي محمد ناجي الله يجازيه بخير، لأن كانت اليد الكبيرة ديالو في إعادة الفريق راه هو السي محمد ناجي، من غيره راه ما كان حتى واحد ذاك الوقت، كان عاوننا عبد الكريم ود أمين، عاوننا عز الدين حتى هو، ولكن علاش الناس ما يتجمعوش ويديروا مكتب واحد ويهزوا الإشاعة ديال البلاد شناهو راه هو فريق فتا سيدي بنور؟ تصور معايا الكار غادي من هنا للداخلة اش مكتوبة فيه؟ فتح سيدي بنور راه ما مكتوباش فيه العظمة ولا عز الدين ولا الناجي ولا راه المدينة، وبالله عليك من اللي ولات النهضة طالعة ولات كتعمل مع الوداد ولات تبانينا في التلفزة. السعيد اللي قلتي لي شنو نديرو نحطو الناجي ونحطو عز الدين ونحطو الأمين في البروميير ديفيزيون ونحطو بن لبير ونحطو قنديل نحطهم كاملين إلا نسميهم ناس يديروا اليد في اليد على هاد الفرقة، أما شي يحطوها في البروميير ديفيزيون راه غيردوها شركة ما دايرهاش، ولكن ملي كياخذ واحد الرئاسة كتمشي عند رجل الآية الآخر كتقول له خويا عاوننا راه الفرق، يقول سي هذا الرئيس عندكم عندو الفلوس، يعني هما كاينة مطاحنات بيناتهم وكتبقى الفرقة ضحية، لأن راه طرات لينا السنة الفريطة راه شحال من واحد مشينا عند واحد على المازوت قال لي سير الناجي عندو الفلوس، أقسم بالله العلي العظيم هو مرشح دابا وعندو ستاسيون، طلبنا على المازوت غادي للمشهد، كاينين أيان ديال البلاد مشينا اليوم كيقدو معاك يقول لك لا راه الناجي راه عنده الفلوس، هو ديك النهار كان عز الدين بن شامة هو رئيس، مشينا عند رئيس خر دابا هو كاين في سيدي بنور، قال لك لا عز الدين راه لاباس عليه، علاش غادي نعاونكم أنا؟ واش أنت غتعاون عز الدين؟ ولا هذا غادي يعاون الناجي؟ أنت راه غتعاون الفرقة ديال البلاد؟ لأن النفس ديال البلاد ما كايناش، ومن هذا المنبر راه كنقول لك راه كلشي كيضربوا على المصالح ديالهم لا أقل ولا أكثر. رسالتك الأخيرة للمسؤولين على الشأن الرياضي والسيدي. كنطالب منهم يديروها شوية ديال النفس، غير واحد شوية. غير واحد شوية ديال الناس تاع الزمام، غير شوية ديال النفس. وربما راه واحد اللقاء كان ديال السي عبد السلام بالكشور راه وضح لهم الصورة. راه قال شي حاجة اللي ما يقدوش يقولوها هادو هنا. لا تيسيروا هما ليها. في الحقيقة حنا كولاد سيدي بنور وكالغيورين على بلاد سيدي بنور ما لقاتش، ولا كل واحد كيشوف في راسو، انا راه لاحظتها مع الانتخابات، هي الكره راني كنقول الفرقه الله يحسن عوانها، وكم من هذا المنبر كنقول للرئيس فريق فتح سيدي بنور اجي اخويا سيدي بنور عيط للمكتب ديرو اجتماع ديرو جمعه كمل زيد مع الفرقه ولا قدم استقاله ولا شنو غادي حياتك هذيك، انت كتخول لك سيدي 4 سنوات
ولكن راه ماشي معقول هادشي اللي كدير دابا اللي مخلي الفرقه بقات لها 10 ايام وغتسد لا سيناتور. خويا زوير كنشكرك على هذا اللقاء هذا، لان راه كما قلنا حتى قلنا بحرقه، لان بانت لي الفرقه ضربنا على هذيك السنوات، السنه الثانيه هي غتبقى ضحيه. وكنطالبوا من عامل الاقليم التدخل، التدخل ما نبقاوش متاجين على السياسه والانتخابات وهذه وهذه، وكنعدموا في البلاد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا الاخ سعيد عظم عضو منخرط بفريق فتح سيدي بن مولى لكره القدم، اللي عطانا تفاصيل صادمه حول انتكاسة الفريق وحول سوء التسيير بمدينة سيدي بنور. لم يبق الآن إلا أن نستودعكم الله وإلى اللقاء، ونتمنى خيرا لهذا الفريق ورسالة موجهة للمسؤولين باش ينقذوا الفريق هذا، فريق عتيد، فريق فتح سيدي بنور. لكم الكلمة ودمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.